بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث: باب الدجال وصفته وما معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من علامات الساعة الكبار خروج الدجال وفتنة المسيح الدجال، وهي فتنة عظيمة حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر منها الأنبياء من قبله، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وأكثرهم تحذيرا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء، ولأن الدجال يخرج في أمته. المسيح الدجال، المسيح قيل سمي المسيح لأنه أعور ممسوخ العين، وقيل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، سريع السير في الأرض. وهو مسيح الضلالة، فرقا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، مسيح الهداية. سمي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالمسيح، قالوا لأنه يمسح على بلعاه فيبرأ بإذن الله، وهو مسيح الهداية. والدجال سمي الدجال من الدجل، وهو الكذب، لأنه كذاب فيما يأتي به وما يدعيه، وأعظم دجله أنه يدعي الربوبية وأنه هو الله تعالى الله عن ذلك. ومعه خوارق، معه خوارق للعادة، وهي خوارق شيطانية، فيأمر الأرض فتخرج كنوزها، ويأمر السحاب فيمطر، ويأمر الأرض فتنبت. الله أقدره على ذلك من أجل الفتنة، أن يفتتن الناس به. معه جنة ونار فيما يظهر للناس، فمعه فتن كثيرة، نسأل الله العافية. ولهذا يشرع لنا الإكثار من الاستعاذة من المسيح الدجال،
شرع لنا في آخر الصلاة فريضة أو نافلة أن نستعيذ بالله من أربع: فتنة المحيا والممات، من عذاب جهنم، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال يحصل منه فتن عظيمة يأتي ذكرها في الأحاديث التي معكم، وفي آخر أمره ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء فيطلبه، يطلب المسيح الدجال فيقتله ويريح الناس من شره. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سالحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون منحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخليبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله،
ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو ذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتمهم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لقحة حتى أن اللقحة نعم حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال رحمه الله: قال في الأول: ولمسلم. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعتم فيه تفاصيل أمر الدجال وما يحدث في عهده من الفتن، لنقرأه جملة جملة. نعم. قال: ولمسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات يوم أو ذات غدات، ذكره لأصحابه وذكر خروجه وذكر صفاته وذكر ما يحدث على يده من الفتن، وذلك لأجل التحذير منه ومن فتنته، لأنه صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته، ما ترك شيئا يقربها إلى الله إلا بينه، وما ترك شيئا يباعد من الله إلا بينه لأمته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذا الحديث الطويل في وصف المسيح الدجال
وما ينتهي إليه أمره على يد المسيح الهداية عيسى بن مريم، ثم في آخره ظهور يأجوج ومأجوج، وهذا مذكور في القرآن، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذا الحديث في صحيح مسلم كما سمعت، وفيه عجائب من قصص الدجال والتحذير منه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وأطال الحديث وبين عليه الصلاة والسلام حتى وقع في قلوبهم الخوف لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، خافوا على أنفسهم، وكان صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم ذلك قام من مجلسه، ثم إن الصحابة أخذهم الخوف الشديد يخشون أنه قد ظهر في طائفة النخل، يعني في ناحية النخل قريب منهم، ظنوا هذا لأنهم يصدقون بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشكون فيه، فخافوا من الدجال خوفا شديدا. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، لما رأى فيهم التأثر سألهم فأخبروه أنهم تأثروا بذكر الدجال وفتنته، هكذا المسلم يخاف، يتذكر إذا ذكر ويخاف إذا خوف، فهم من شدة إيمانهم بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الدجال قد حضر. قال صلى الله عليه وسلم إنه إن يظهر والرسول موجود فإن الرسول يكون حجيجة، وأما إن ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستخلف الله على أمته، الله خليفتي على كل مسلم. فالله يكون خليفة يخلف عبده المؤمن في ولده وفي أهله إذا غاب أو سافر، ولهذا في دعاء السفر وأنت الخليفة في الأهل، وأنت الخليفة في الأهل تحفظهم وترعاهم، الله خليفة وليس هناك خليفة لله عز وجل، لا يقال خليفة الله، لا يقال خليفة الله، الله ليس له خليفة. وأما قوله تعالى عن آدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة، معناه أنه يخلف من قبله من الأمم التي قبله على وجه الأرض يخلفهم، فالناس يخلف بعضهم بعضا كما قال جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فيخلف بعضهم
بعض. وأما الله جل وعلا فإنه لا يستخلف أحدا من خلقه بدلا عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال: تخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. نعم. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. عرف ذلك في وجوههم من الخوف. نعم. فقال: ما شأنكم؟ سألهم: ما الذي أثر فيكم؟ نعم. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. يعني سبب الخوف هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من خروج الدجال وصفاته وشدة فتنته وأنه يهلك به خلق كثير بسبب فتنته، هذا الذي خوفهم. نعم. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. غير الدجال أخوفني عليكم. أخوفني. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج. يعني هناك فتن غير الدجال شديدة يخافها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني خصمه. إن يخرج وأنا فيكم رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون خصمه ويجادله ويرد شبهاته ويبطل ما جاء به. نعم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل إن يخرج والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في أمته فالمرء حجيج نفسه، كل يخاصم عن نفسه ويدافع عن نفسه، والله يؤيده، الله جل وعلا يؤيد المؤمن. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. والله خليفتي على كل مسلم. نعم. إنه شاب قطط. نعم، شاب يعني صفته أنه شاب ليس كبير السن. نعم. عينه طافئة. نعم، علامته الفارقة أنه أعور، أنه أعور، ولذلك يقال الأعور الدجال. عينه طافئة منمسحة وغائرة قبحه الله. نعم. كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، واحد من العرب يشبه الدجال في صفته. نعم. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. من أدركه منكم يعني من أدرك ظهوره وخروجه فليقرأ فواتح، يعني أول سورة الكهف الآيات الأولى منها، فإنها تدفع شبهات الدجال. نعم. يعني يتخذها المسلم حرزا وحصنا ووردا يدفع به شر الدجال، هذه أول هذه السورة العظيمة سورة الكهف. نعم. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني مكان مخرجه بين الشام والعراق، هذا طريقه الذي يأتي منه إلى الناس، صلى الله العافية. نعم. فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني أنه يسير في الأرض
انه يسير في الارض يمين وشمال. اعطاه الله القدره على السير في الارض بسرعه. نعم. يا عباد الله فاثبتوا، هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على الثبات على الحق، تمسك بالدين، لان الفتنه شديده عند خروج الدجال، ولا يثبت على دينه الا من ثبته الله وكان عنده صبر وعنده علم وعنده معرفة بشر هذا الدجال. أما عامة الناس والكثير من الناس فإنهم يتعثرون ويفتنون بهذا الدجال، نسأل الله العافية. نعم. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ ما لبثه يعني مدة بقائه في الأرض، إذا ظهر فكم يبقى في الأرض؟ قال 40. نعم. قال 40 يوما. 40 يوما، لكن هذه الأيام متفاوتة، منها ما هو طويل ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو كسائر أيامنا قصير. نعم. يوم كسنة، يوم في الطول كسنة، يعني يمتد اليوم بدل ما يكون 12 ساعة مثلا يمتد ويكون كسنة، كطول سنة 12 شهرا. نعم. ويوم كشهر، هذا من آيات الله عز وجل، الله على كل شيء قدير. نعم. ويوم كشهر، نعم، ويوم أقل منه يكون كشهر 30 يوم، يوم ك30 يوم. نعم. واليوم الأول 360 يوم سنة. نعم. ويوم كجمعة، كأسبوع، يعني يوم كأسبوع، اليوم الثالث كأسبوع. نعم. وسائر أيامه كأيامكم، كأيامنا 12 ساعة تقريبا أو أقل أو أكثر. نعم. قلنا يا رسول الله فذلك هذه أيام متفاوتة. نعم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة. اليوم الذي كسنة 12 شهر كله نهار، كيف يصلي الناس؟ كيف يصلون الصلوات الخمس التي فرضها الله في اليوم والليلة؟ قال اقدروا له، قدروا ثلاث السنة قدروها أياما، السنة قدروها أياما، فمقدار اليوم الواحد منها صلوا فيه الخمس الصلوات. وهذا أخذ منه العلماء الآن كيفية صلاة الذين هم في الشمال والجنوب، الذين هم في الشمال يجي عليهم الآن 6 أشهر نهار، ولا لا؟ 6 أشهر نهار، وكيف يصلون؟ قال العلماء تجعل مثل أيام الدجال، يقدرون كل يوم من هذه المدة الطويلة ويصلون فيها 5 صلوات بالتقدير. نعم. أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. يعني البلاد الآن اللي يسمونها الاسكندنافية اللي يطول فيها النهار تعبلوا نصف السنة، كيف يصلون؟
استنبطوا من حديث الدجال أنهم يقدرون الأيام فيها 12 ساعة، يصلون بخمس صلوات، 12 ساعة الثانية كذلك إلى أن تنفذ هذه الأيام. فهم استفادوا من هذا الحديث. نعم. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغول. يعني مدة سيره وكيفية سيره في الأرض. سريع جدا، سريع جدا. نعم. قال كالغيث استبرته الريح، مثل السحاب إذا حملته الريح. شؤون السحاب إذا حملته الريح يمشي سريعا، كذلك الدجال يسرع في الأرض أو يبقى في مكان طويل. نعم. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. هذه المشكلة، هذه المصيبة، هذه الفتنة. يأتي على القوم فيدعوهم إلى الإيمان به، فمن آمن به انفتح عليها، انفتحت عليه الدنيا والأموال، ومن لم يؤمن به ابتلاه الله بالفقر والضيق، امتحان من الله عز وجل لأجل أن يتبين المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق الكاذب في إيمانه ومن ضعيف الإيمان. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله يجري هذه الفتن من فتنة الدجال وغيرها ليتبين المؤمن الثابت على إيمانه من المنافق من ضعيف الإيمان. تميز هذا من هذا. الله قادر على أن يقتل الدجال في لحظة وأن ينهي أمره، ولكنه يريد أن يبتلي به العباد ويمتحن به العباد. وهكذا الفتن ما هو خاص بالدجال، كل الفتن كذا التي تجري على الناس هي ابتلاء وامتحان. من يثبت على الدين الصحيح ويصبر، ومن يتخلى عن دينه. نعم. فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر. هذا من الامتحان، أن من آمن به أغدق الله عليه النعم. الدجال يأمر السماء فتمطر، هذا بأمر الله جل وعلا. الله هو الذي ينزل الغيث، ولكنه يجري على يد الدجال هذه الخوارق ليبتلي بها الناس، وإلا فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه. نعم. والأرض فتنبت، يأمر السماء فتمطر، على أثر المطر يأمر الأرض فتنبت، لأنه أحيانا ينزل المطر ولا يحصل نبات، لأن الله لم يأذن بالنبات. الله أعطى الدجال هذه الفتنة، إنه يأمر الأرض فتنبت. الله أجرى هذا على يد الدجال ابتلاء وامتحان، والأمر راجع إلى الله لا إلى الدجال. نعم. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ترى. نعم، يعني تغدق الأموال وتسمن الدواب وتدر اللبن الكثير، كل هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. نعم.
ما هو بقدرة الدجال هذا، بقدرة الله، ولكن الله أجرى هذا على يد الدجال لأجل الابتلاء والامتحان حتى يغتروا به ويظنون أن هذا بتدبير الدجال وأنه بقدرة الدجال. نعم. وأسبغه ضروعا. نعم. وأمده خواصر. نعم، يعني تنعم الأموال وتغدق اللبن والحليب وتسمن. نعم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. يأتي القوم الآخرين فيثبتون على دينهم ولا ينخدعوا بالدجال لقوة إيمانهم وصبرهم ويقينهم بالله عز وجل، ويعلمون أن هذه فتنة وليست بقدرة الدجال ولا بملك الدجال، وإنما هي فتنة من الله، والله يجري خوارق العادات يجريها على أيدي الأشرار من السحرة والكهان والدجالين، ويجريها على يد الأخيار فتكون كرامة، كرامة الأولياء، خوارق كرامة الأولياء، ويجريها على أيدي الأنبياء فتكون معجزات للأنبياء. فهذه الخوارق للعادات إن كانت على يد نبي فهي معجزة، وإن كانت على يد ولي فهي كرامة، وإن كانت على يد شيطان أو فاجر فهي ابتلاء وامتحان. نعم. قال فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مبحلين. صرفوا عنهم يعني إذا لم يؤمنوا به تركهم، تركهم، هذا من رحمة الله عز وجل، لكن من الابتلاء أنهم تحصل عليهم مصائب من فقر وضيق وحاجة، لكنهم لا يتزحزحون عن إيمانهم وعن دينهم، أنهم يعلمون أن هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، والشدائد لا تدوم، الشدائد لا تدوم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا جرى على الأنبياء، هذا جرى على الأنبياء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم. ليس بأيديهم شيء من أموالهم. نعم، يحقرون ولكن ما يضرهم هذا ولا يزحزحهم هذا عن دينهم، يصبرون ويعلمون أن هذا سيزول بإذن الله. المسلم يصبر على الشدائد، يثبت على دينه، والفرج قريب، ولا ييأس ولا يقنط. نعم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك. الخربة يعني البلد الذي كان عامرا فيخرب بموت أهله وهلاكهم، ومن العادة أنه يكون فيها كنوز هذه الخريبات، لأن هؤلاء القوم يدفنون ما معهم من الذهب والفضة لأجل أن يأمنوا عليه من السرقة ومن الأخذ، هذه عادة. فهو يأتي على الخريبة ويقول لها أخرجي كنوزك، يعني ما دفن فيك بعد أهلك، تتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني جمع عسوب، سيب النحل شهونه يمشي عاسيب بعضه خلف بعض،
يتبع الملكة، ملكة النحل، الذي سمى يعسوب. نعم. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كيعاسيب النحل. نعم، تتبع الدجال كنوز هذه الخربة ما دفن فيها، ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للناس، وإلا هو عبد ضعيف وليس بيده شيء ولا بقدرته شيء، وإنما هذا بقدرة الله جل وعلا. نعم. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال إن المسيح الدجال هو نفسه ابن صائد، وهو نفس الذي فقد يوم الحرة، وهو نفسه السامري، وهو نفسه المذكور في حديث الجساسة؟ الله أعلم، كل هذا تخرص لا دليل عليه، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل كل من افتتن بالدجال يدخل النار ويخلد فيها؟ إذا كفر بالله ومات على كفره هو من أهل النار، أما إذا تاب إلى الله ورجع إلى الله تاب الله عليه، وهذا كغيره من أهل الضلال الذين يرتدون ثم يتوبون، من تاب تاب الله عليه، ومن مات على الردة والكفر فإنه يكون من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ظهر على الناس رجل يدعي العلم ينكر خروج الدجال ويقول لو كان حقيقة. نعم. ظهر على الناس رجل يدعي العلم ويقول للناس منكرا خروج الدجال. يا إخوان، فيه ناس يدعون العلم ينكرون علامات الساعة، ينكرون علامات الساعة لأنهم ما عندهم علم صحيح ولا عندهم إيمان صحيح، مغترون بأنفسهم ينكرون هذه الأمور، يقولون المسيح الدجال عبارة عن ظهور الشر، ولا ما فيه مسيح دجال، ما فيه إنسان كذا، لكن هذا يراد به ظهور الشر في آخر الزمان، وينكرون المسيح نزول المسيح ابن مريم، ويقولون أبد، هذا معناه ظهور الخير وظهور الحق في آخر الزمان، ما هو معناه أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ينزل إلى الأرض، لأنهم يبنون على عقولهم، وهؤلاء يسمون بالعقلانيين، عقلانيين لا يؤمنون بما لا تصدقه عقولهم، لما تدركه عقولهم ينكرون، وهؤلاء منحدرين من المعتزلة، المعتزلة هم أصحاب الاعتماد على العقليات ولا يعتمدون على الأدلة السمعية، يسمونها السمعية، يقولون لأن الأدلة العقلية تفيد اليقين، أما الأدلة السمعية من القرآن والسنة هذه تفيد الظن، ويسمونها الأدلة الظنية، تفيد الظن عندهم، هذا مذهب باطل، مذهب أهل الضلال، ينكرون المعجزات، ينكرون الخوارق، وينكرون كل ما لا يدخل تحت عقولهم. نعم. نكمل السؤال يا شيخ. نعم. نكمل السؤال. إيه؟ نكمل نفس السؤال في تكملة. إيه أنتوا؟ نكمل نفس السؤال. إيه أنتوا شو زينا؟ أقول اسأل ما في ما. السلام عليكم. ويقول لو كان حقيقة لأخبرنا الله عنه في كتابه. ويقول إن الأحاديث أخبرنا الله عنه في كتابه، هذا كلام باطل، الله يخبر في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في سنته، الله قال في الرسول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أو لا ينكرون السنة كما ذكرت لكم، يقولون أدلة ظنية غير يقينية، ينكرون السنة، هذا بناء على مذهبهم
وقد سار على هذا المنهج من يسمونهم بالمفكرين، اللي يسمونه الآن بالمفكرين الذين ما عندهم علم إنما يعتمدون على فكرياتهم وعقولهم، وهؤلاء لا يلتفت إليهم لأنهم لا ينكرون السنة، يقولون ما نؤمن إلا بالقرآن، يسمون القرآنيين، وهي فرقة معلومة، القرآنية معلومة فرقة ضالة تنكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم لا يؤمنون بالقرآن، لو كانوا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بالسنة، لأن الرسول لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وما ينطق عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول ينطق بالوحي الذي أنزله الله عليه معصوم عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنتم تقولون إحنا ما نؤمن إلا بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، طيب الله أمر بالصلاة في القرآن أليس كذلك؟ ها؟ كم عدد الصلوات؟ كم عدد الركعات؟ ما صفة الصلاة؟ بينها لنا. إذا أنكرتم السنة كيف نعرف تفاصيل الأحكام الشرعية؟ الزكاة الله أمر بها في القرآن، من الذي بينها لنا؟ بيّن الأموال التي تجب فيها، بيّن النصاب الذي تجب فيه الزكاة، شروط وجوب الزكاة، الله ما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّنها وفصّلها لنا. الرسول يفصّل ما جاء في القرآن ويبيّن ما جاء في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبيّن للناس ما نزل إليهم. رسول مبين عليه الصلاة والسلام، والسنة تفسر القرآن وتوضحه، لكن هؤلاء أهل ضلال وأهل جدال وأهل تعنت، لكن عند المناقشة تضيع حجتهم ولله الحمد. نعم. ويقول إن الأحاديث الواردة فيه مضطربة، هو اللي مضطرب، مضطرب عقله، الأحاديث ما هي مضطربة، الأحاديث الصحيحة ما تضطرب، وإنما يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، لكن هو ما يفهم الأحاديث، إنما يعتمد على عقله فقط أو على ما يقال له من مشايخه، شايخ الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. فاحذروا من هذا يا إخوان، ما تنجون من هذا إلا بطلب العلم، وإلا فإن هذه الشبهات ستنتشر في عقول الجهال ويصدقونها ويقولون هؤلاء مفكرون، هؤلاء عندهم عقول هي اللي دلتهم على هذه الأشياء. هل الله جل وعلا حولنا على العقول ولا حولنا على الوحي المنزل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والعقول السليمة لا تخالف الكتاب والسنة، لا تخالف، العقول السليمة لا تخالف ما جاء في الكتاب والسنة، إنما العقول السقيمة هي التي تخالف. ولهذا يقولون العقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، هذه قاعدة. فإن اختلف فإما أن يكون العقل غير صريح
وإما أن يقول النقل غير صحيح. هذه القاعدة التي حررت هذه الشبهات وهذه الأباطيل. الله ما جاء، القرآن والسنة ما جاء بما يخالف العقول الصحيحة، نعم ما جاء بما، لكن قد يدركها العقل وقد لا، قد لا يدركها العقل، ولا ما يتخالف نبت. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ترد إلينا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورة ولد ولد بعين واحدة يقال إنه المسيح الدجال، ما حكم هذا وبماذا نرد على من أرسلها؟ يعني واجد اللي ما لهم إلا عين واحدة كلهم دجال، واجد من فيهم فاقد العين فيهم أعور، يعني كل أعور نقول هذا هو الدجال؟ لا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يتبعون الدجاجيلة من أهل البدع والضلال معرضون بأن يتبعوا الدجال الأكبر؟ والله أعلم، لكن إذا فتحوا على أنفسهم أبواب الضلال حتى لو ما أدركوا الدجال الأكبر فإنهم يفتتنون بغيره. دجاجلة كثيرون، الدجاجلة كثيرون، فالذي يفتح على نفسه باب الضلال والأوهام يضل ويتبع الكذابين والدجالين والسحرة والمشعوذين. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: اليوم الذي كسنه عند خروج الدجال هل يعني أن الأرض كلها تصبح نهارا؟ اليوم الذي كسنه نعم عند خروج الدجال هل يعني هذا أن الأرض كلها تصبح نهارا؟ لا، اليوم هذا شامل لأهل الأرض ما هو شك. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما صحة من قال إن طول يأجوج ومأجوج قدر شبر؟ نعم، يأجوج ومأجوج متفاوتون في خلقتهم وفي أشكالهم، هم من بني آدم، هم من بني آدم، ولكنهم عالم آخر، عالم آخر يختلفون في خلقتهم. نعم. وهذا سائل يقول: ما هي الفتن التي هي أعظم من المسيح الدجال والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم؟ هي الفتن كثيرة ما هي قاصرة على الدجال، وكلها يخافها الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. الدجال واحدة منها، الفتن كثيرة منها فتنة الدجال. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يشكك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تلقاها المسلمون بالقبول؟ سمعتم الجواب عن هذا الذي ينكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرء أن يشبه حاله قبل أن يسلم بحال أهل الجاهلية؟ نعم، قبل أن يسلم على دين الجاهلية، وعلى قبل أن يسلم هو على دين الجاهلية. نعم أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لبعض طلاب العلم الذين ينظرون إلى مباريات كأس العالم في الثلث الأخير من الليل؟ أنهم أضاعوا وقتهم بغير فائدة، أضاعوا وقتهم بغير فائدة. أيهما أولى وأحسن، اللي يقوم آخر الليل ويصلي أو الذي ينظر للمباريات؟ لكن هذا خسران، هذا خسران عليهم، إلا إن تابوا إلى الله عز وجل وحفظوا وقته. نعم. وهذا سائل يقول: كيف أتخلص من الرياء وأنا أحب المدح وأفرح به؟ تعوذ من الرياء، تعوذ من الشك والشرك، ولك بالاستعاذة بالله عز وجل. نعم. وهذا سائل يقول: ما الدليل على جواز الاستعانة بالكافر على قتال الكافر؟
على إيه؟ الاستعانة بالكافر على قتال الكافر. الدليل على عدم الاستعانة بالكافر، ما يجوز الاستعانة بالكافر إلا إذا خشينا، إذا خشينا من بأس الكفار، قوة الكفار، فلا بأس أن نستعين بمن يدفع عنا شرهم من جنسهم من قومهم عند الضرورة، هذا عند الضرورة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قوله صلى الله وسلم عليه لغير النبي صلى الله وسلم عليه؟ هل يجوز قول صلى الله وسلم عليه لغير نبينا صلى الله وسلم عليه؟ نعم، يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يتخذ هذا الشعار على بعض الناس خاص، مثل ما اتخذ الشيعة شعار الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه ودون غيره من الصحابة، ما يجوز اتخاذ هذا الشعار، ما يجوز. أما إذا قيل هذا من غير اتخاذه شعار لأحد فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائل تقول أنها ذهبت للعمرة. هذه سائلة تقول: ذهبت للعمرة فأتممتها ولله الحمد، وصليت المغرب والعشاء، وبعدها وجدت الحيضة، ولا أعلم هل نزل أثناء العمرة أو لا، فماذا علي؟ ما دام أنك ما وجدت الحيضة ولا بعد ما فرغت من العمرة ولا تدرين هل هي حصل في العمرة أو لا، الأصل أن العمرة صحيحة حتى يثبت أن هذا الحيض نزل أثناء العمرة. نعم. وهذه سائلة لم يثبت فالأصل الصحة والحمد لله. نعم. وهذه سائلة تقول: ما حكم الجلوس في المسجد للحائض عند حضور الدروس العلمية؟ لا، ما يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا للدروس ولا لغيرها، إن كان سماع الدروس مكبر الصوت أو بالتسجيل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الذي يعين على التصدي لفتنة الدجال غير أوائل سورة الكهف؟ كل ما أنزله الله من القرآن والسنة والأدعية كلها تقي من الدجال ومن غيره بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: يقرأ كل مؤمن على جبهته كافارا أو كما قال، هل في هذا دليل على أن العامية يشبه الله أو يشبه الله إن كان مؤمنا؟ إيش؟ في الحديث: يقرأ كل مؤمن على جبهة الدجال كافارا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل في هذا دليل على أن العامية يشبه الله إن كان مؤمنا؟ يشبه الله أو يشبه، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. ما بيشبه السؤال هذا. نعم. هو لعلها يشبه أو يشبه، أدري. أحسن الله إليكم. يشبه يثبت يقولون كتابة معك أنت مهم معهم وش يقول؟ يقول: هل في هذا دليل على أن العامية يثبته الله إن كان مؤمنا؟ أي نعم، العام يثبت المؤمن، يثبت الله الذين آمنوا، هذا عام للمؤمن سواء كان عالما أو عاميا، كل مؤمن. نعم. وهذا سائل من يقول: ليش تقرأ أن يشبه الله؟ هو مهرب على الخط، يشبه الله، يشكل في الخط. أستغل. خلق الله آدم على صورته، إشكال عليه الحديث. وهذا خلق سائل: خلق الله آدم على صورته، الحديث صحيح، خلق الله آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، الحديث صحيح، لكن معناه أن الله خلق آدم سميعا بصيرا متكلما، والله جل وعلا سميع بصير، الله سميع بصير، وابن آدم سميع بصير، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام.